مستمرين معاكم مشاهدينا في امسيتنا لهذا اليوم واكيد وصلنا معاكم لاخر فقره في حلقتنا اليوم طبعا اكيد هي فقره الايجابيه مع المدربه حنان السماك يا مرحبا فيك حنان هلا فيك مساء الله بالخير مساء الله بالنور حنان اليوم شو راح تكلمينا اليوم راح يكون عن كيف انا ممكن اخلي الايجابيه تكون اسلوب حياتي لان هي مثل ما يقولون دائما الايجابيه هي نمط حياه او اسلوب انت تختار تعيشه من خلال انت تكوين عادات يوميه تقدر تضيفها في حياتك م. وفي يومياتك تزيد عندك نسبه الايجابيه م. نفس ما دائما يقولون هل الحين الـ هل النجاح يؤدي الى السعاده ام السعاده تؤدي الى النجاح خلينا نفكر لا طبعا الـ السعادة. السعاده تؤدي الى النجاح الايجابيه نمط حياه حتى العلماء لما لقوا في شيء اسمه effect او اللي هو التاثير المضاعف مضاعف. لما الانسان يكون سعيد هذا راح يؤدي الى تنميه وتطوير مهاراته بالتالي راح يؤدي الى نجاح بالتالي الى سعاده اكثر فالسعاده اللي هي عباره عن مشاعر مجموعه مشاعر ايجابيه تخلي الواحد يطور مهارته وبالتالي آه راح يؤدي الى نجاح مجاحة. ومستوى ادائه يعني فمثل ما هي سبب هي ايضا نتيجه وليس العكس جميل. ما ينفع الواحد يكون ناجح بالضبط. عشان يكون سعيد لا بالضبط. اكيد الانسان الناجح دايمًا يكون سعيد لكن اكيد السعاده صحيح. هي اللي تدفع الانسان يكون ايجابي يكون متحفز هذا الانسان حتى بالضبط. انه يحب النجاح او يكون انسان ناجح يعني. طيب احنا شو العوامل او شو الخطوات اللي لابد ان اتبعها حتى اكون سعيد في حياتي او شو هي العوامل الايجابيه اللي لابد ان اتخذها طبعا كل انسان الامور في حياته طبعا نعم كل انسان هو بروحه عنده امور تسعده في حياته فانت ابحث عن الامور اللي انت تسعدك كل انسان عنده عادة معينة ممكن هي تسعده مثلا صحيح. في شخص يحب يقضي الوقت مع عائلته في شخص يحب يقرا في شخص يحب يرسم الى اخره فانت شنو الامور اللي تحبها مارسها وكررها لين ما تصير عندك يعني نمط حياه، مثلا من الامور اللي انا احب دائما اذكرها عندنا مارس الامر اللي تحبه، لان الشغف هو اللي ولد التفكير الايجابي، لاحظي لما انت تحب قضيه معينه تلاقي أنك قاعد تخلصها بسرعه في وقت قياسي قاعد تنجزها وتبدع فيها، ليش؟ لان انت تحبها. طبعا. ايضا تقدر تخالط الايجابيين، في شخصين عندنا مؤلفين كتاب بناء شخصيه الطفل ريتشارد وليندا، شنو قالوا؟ في شيء اسمه قانون اليقظه او قانون الضفدع. قانون مم. الضفدع يقول حلو قانون الضفدع ان هذا الضفدع لما يكون في ماء جدا حاره او مغليه راح يقدر يطلع منها بسهوله مثل البرق اما اذا هذا الضفدع انحط في ماء بارده وشوي شوي قاعد تسخن تدريجيا الى ان تصل الى حد الغليان مم. صعب يطلع منها بالتالي راح يموت سبحان الله شنو معنات هالكلام؟ معنات الانسان اذا ما كان واعي لمشاعره وما اعرف انه هو الحين قاعد في بيئه سلبيه قاعد تاثر عليه، بيئه شريه، بيئه عاديه للنجاح، بيئه مثلا فيها كسل شويه فيها خمول همتها شويه تكون منخفضه، اذا انا ما حسيت انها قاعد تاثر علي او قاعد تخرب من تفكيري انا راح اصير مثل الضفدع اللي ما قدر يطلع من هذا المكان لين ما مات، انا راح اتدمر، لان انا باعتقادي انه ما عليه هاي السوالف عاديه ما راح تاثر <applause> ولكن الانسان واعي. تاثر نعم. نعم الإنسان واعي يعني عن مشاعره، عرف إذا أنا قعدت مع هالفلان الفكرة اللي قالها مو صحيحة قاعد <applause> <applause> تخرب علي ما راح تخليني انا انجح، ما راح تضيف قيمه لحياتي اني يعني انا اطلع بسرعه. يعني لابد الانسان يكون متنبه للبيئه اللي حواليه، كل ما كانت البيئه اللي حواليه مش مشجعه او سلبيه، أكيد. ممكن تحبط تحبط من هذا الشخص وتبعد عن النجاح او حتى انه يكون سعيد في حياته. اكيد احنا اوريدي يعني احنا بشر اوريدي عندنا مخاوف، اوريدي نخاف مم. نخطي اي خطوه قدام، ما بالك اذا كنا مع بيئه تحبطنا، ما بالك اذا كنا مع بيئه ما يعني ما تؤمن باللي احنا نقدمه، فحلو الانسان يخالط نفسه في الاشخاص اللي عندهم نفس الرؤيه، نفس الرساله اللي هم محفزين حياتهم. جميل يعني ده. جميل الواحد يخالط الناس المتكافئين معه نقدر نقول فكريا يعني الناس اللي ممكن محفزين له أكيد هو مثل ما يكون إنسان مؤثر متأثر باللي حواليه بالضبط فبالتالي يعني حنان لابد ان كل واحد منا يدور على مكان من السعاده في حياته. نعم يدور مكان من السعاده في حياته، ايضا ممكن من الامور اللي انا اؤمن فيها اذا هذا الانسان قدر يضيف في حياته كعاده السعاده الاخرين، م -م. حتى لو انت ما انجزت مشروع معين، حتى لو انت ما قدرت او حتى لو انت فقدت الامل نوع يعني يوم من الايام م -م. ولكن لما توقف مع شخص وتقدم له تقدم له يد العون م -م. الشعور اللي هو راح يحسه راح ياثر عليك. ونفس الشيء انت لما تحفز انسان وتكرر هذا الكلام كله ترى انت قاعد تذكر روحك بالتالي كل هذا الامر راح يرجع لك طيب حنان انت في مجال عملك يعني في في هذا المجال كمدربه تنميه بشريه وتطوير أه تلاحظين الـ 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 ممكن الاشخاص اللي يتكررون في حياتك الشخصيات اللي تصادفينها أه شو اكثر الشخصيات اللي تصادفينها الشخصيات السلبيه اللي حابه تتغير ام يعني ممكن تقابلين جميع مختلف الشخصيات صراحة جميع مختلف الشخصيات ولكن لما أنا بديت أغير أنا من نفسي حتى الأشخاص اللي قمت أجذبهم لحياتي كانوا نفس الرؤية نفس الرسالة فمثل ما يقول غاندي دائما كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم الإنسان لما يغير نفسه من داخل سبحان الله راح حتى الناس مثلا السلبيين أو الناس اللي عندهم رسالة مختلفة ما راح صوبك لأن يعرفون أنه ما راح يكون في توافق فحاليا في هذه الفترة قمت أجذب الناس اللي عندهم نفس الأحلام نفس الطموح فأنا قاعد أستفيد منهم قاعدة أتعلم منهم حلو جميل دائما يقولون الإنسان الإيجابي حاله ايجابيه تحيط في هذا الانسان، بالطبع. ممكن هذه الحاله اللي هي اللي تجذب الناس الايجابيين لك وتبعد عنك السلبيين. صحيح صحيح، نعم. كلام صحيح. حتى في كاتب اسمه جاك كانفيلد وهو مؤلف نعم. كتاب مبادئ النجاح، يقول كلمه يعني جدا جميله، خليك بارانويد. بارانويد هو مصطلح يقال عن الشخص اللي دائما يعتقد الناس ما تحبه او يعتقد الناس تبي تضره او يعتقد العالم كله ضده، فهو يقول خليك بارانويد ولكن بالعكس، حط في بالك ان كل أمور اللي قاعد تصير لك اهي لمصلحتك. نعم. شوف كيف نظرتك للحياة راح تتغير صحيح خلك فارانويد <applause> <applause> صحيح أنه بالفعل إذا إن أنا بفكر إن كل الأشياء اللي حولي إيجابية أو كل الناس اللي حولي يحبوني ويبون لي الخير أنا ممكن أتغير نظرتي للحياة كاملة بشكل كامل <applause> لان مثل ما انت ذكرتي في الحلقات السابقه ممكن الانسان او الانسان محيط ومحاط بافكار سلبيه كثيره بنسبة بنسبة يعني نسبتها اكثر من صحيح. النقاط الايجابيه اللي أكيد. ممكن تحيط بالانسان اكيد فسبحان الله مريم علشان الانسان يكون عنده نمط حياه ايجابي م -م. يحتاج يكون عنده عقليه التفكير الايجابي م -م. فاحد العلماء يقول اذا انت تبي يكون عندك هذه العقليه تحتاج تكون فضولي فضولي مم. مو معناته ان احنا ننتهك شخصيات الاخر ننتهك خصوصيه الاخرين فضولي يعني خلي عندك حب للعلم والاستكشاف والمعرفه مم. اخلك طيب ما له داعي ان احنا نفصل هذا الموضوع خليك سباق للخير خليك ممتن لنفسك وللاخرين خلك ايضا آه, متيقظ للعالم اللي حولك شوف الناس شو تسوي تعلم منهم استفيد منهم آه, فكل هذه الامور تخلينا يعني نتخذ النمط الحياه الايجابي صحيح يعني كل ما سعى الانسان ان يعمل اعمال خير او يسعد الاخرين كل ما رجع عليه بال... أكيد. بالسعاده في نفسه بالرضا عن نفسه بالتالي راح يكون انسان سعيد وناجح في حياته اكيد اكيد تخيلي انسان مثلا يقول انا بيكون ايجابي بيوم وليله ولكن هو كان عايش على نمط حياه يعني م صحي مثلا مم. ياكل اخر الليل آه، تتعب صحته ثاني يوم راسه يعوره يصير مزاجي فاذا هو كان مزاجه كيف راح يعامل مثلا موظفينه آه باسلوب طيب؟ صحيح. اذا هو مثلا يرفع صوته عليهم اذا هو مم. مثلا آه يختاب الاخرين كيف ممكن يعني يعيش هذا الاسلوب؟ كيف ممكن يعيش هذا النمط اذا اذا عاداتك انت مختلفه؟ صحيح. اذا عاداتك ما تناسب الايجابيه بشكل عام فاي عاده علشان الانسان يغير اي عاده كانت عنده تحتاج الى 21 يوم 21 يوم 21 يوم او في بعض المقالات تقول 40 يوم عشان تتغير عاده في حياتك كيف حنان يعني انا الحين لو ببدا اغير عاده فيني مثلا خلينا نختار عاده ونطبق عليها مثلا عاده النوم متاخر مثلا النوم المتاخر تمام يعني انا بحتاج اعود عمري 21 يوم اني يعني انام وقت او على ساعه معينه بالضبط حتى اني اتخذ هذه العاده ممكن تكون لا اراديه فيني اكيد راح تكون يا فيك وراح تتعودين عليها فبعد هال21 يوم راح تحسين اصبحت عاده راح تصير سهل بالنسبه لك اول مم. اسبوع بتعبين راسك بيعورك بتحسين انه آه ممكن تكوني مزاجيه شوي لان انت مو متعوده انت طول عمرك قاعد تسهرين بيوم وليله تبين تتغيرين راح يحتاج وقت راح يحتاج جهد ولكن مو مستحيل راح يصير مثل قطرات الماء سبحان الله وقطرات المطر لما تنزل على الصخر راح تحدث فجوه صحيح راح تحدث فجوه ف نحتاج استمراريه مم. نفس أذكر مرة كنا بصراحة في سحور الكتاب من أجمل الأمسيات اللي أنا مرت عليه صراحة في حياتي، فمعاني عهود الرومي وزيرة السعادة كانت تقول إن الإيجابية مثل العضلة إذا أنت تمرنت وإذا أنت شغلتها راح تقوى أه وراح تكبر وراح تخدمك وراح تحفزك آه نفس الشيء التفكير الإيجابي إذا أنت ما تبنيت عادات إيجابية في حياتك اليومية ومارستها باستمرار وكررتها راح تضعف همتك، صحيح فما راح تقدر تستمر في الحياة. الإيجابية مثل العضله يعني ايضا بالمقابل اذا كانت فيني عاده سيئه انا ممكن اني اغيرها ايضا بهذه الطريقه اني أكيد. ادرب نفسي اني ابتعد عن هذه العاده يعني اذا ما حاولت اني اغيرها باي طريقه انا لابد اني يعني اغيرها من خلال اي طريقه ما ولكن تاخذ وقت معي مش انه بالطريقه السريعه اللي ممكن اني اغير هذه العاده اكيد <applause> راح تاخذ وقت معك ودائما نرجع حق موضوع التفكير هي عمليه ذهنيه وتفكير وتكرار انت كيف تنظرين لهذا الموقف؟ اذا عرفتي انه والله السهر انا قاعد يضرني فانا اكلم روحي انا اكون واقعي وصريح وشفاف مع نفسي. صحيح. السهر قاعد يضرني، زين كيف انا اعرف هذه العاده السيئه؟ اقوم ثاني يوم انا مزاجي انا متكدر انا مو قادر انجز في حياتي، فاشوف النتائج اقيس عليها، اذا نتائجي ما كانت ايجابيه معناتها عادتي انا سلبيه. صحيح فاستبدل هذه العاده في عاده ايجابيه نقدر نربط هذا الموضوع حنان بالعقل الباطن اكيد العقل الباطن نعم. هو المسيطر على كل شيء هو اللي العقل الواعي هو اللي يحرك طبعا عقلنا الباطن ولكن نعم. عقلنا الباطن في كل الذكريات فيه كل الامور اللي احنا نؤمن فيها وهو نعم. راح يدعمنا اذا احنا فعلا كنا حبينا نغير حبينا نغير وكنا نؤمن بهذا التغيير نعم. واذا احنا اثبتناه بالفعل يعني مو كفايه احنا نقول انا واثق نفسي انا واثق نفسي انا واثق نفسي وهو شايف ان احنا مو قاعدين نتكلم قدام الناس مش او مش مؤمنين في بالضبط ممكن. او مو قاعدين يعني. نشارك في الحديث فاحنا مم. نحتاج نبين له بالادله مم. ان انا والله رحت اليوم كنت متحدث رسمي في مناسبه معينه، انا تكلمت قدام الناس في العزائم الى اخره، شوي شوي لما يتعود لما هو يصير يدعمني جميل يعني جميل الواحد يعرف وين مكان القوة فيه ومكان الضعف فيها ويغيرها بطريقة المناسبة سواء من غير من هذه التمارين معينة أو من خلال اني أزرع هذا الشيء في عقل الباطن بالضبط هي مجرد يعني يمكن آه يعني افكار نؤمن فيها فبالتالي تنعكس على شخصيتنا ودائما يعني كل كل شخص فينا يمكن يبحث عن الايجابيه، يبحث عن السعاده في حياته، فلو طبق هذه العادات اللي ذكرتيها حنان مم. نحن ممكن نوصل للسعاده بطريقه اسرع ممكن ما احنا آه مش عارفين كيف نوصل للسعاده أكيد, اكيد هي السعاده ما هي قضيه معقده <applause> كل انسان يعرف اللي يسعده ولكن هو يمكن يقصر عن هذه الممارسات يعني <applause> انا عارفه مثلا انا احب اقضي وقت مع امي او <applause> مثلا زوجي يحب يقضي وقت مع زوجته ولكن هو يتاخر في الدوام <applause> ما يشوفها مثلا يومين او ما يشوف عياله متى اخر مره انت خذيت بريك من اعمالك وطلعتي مثلا آه اذا كنتي ام مثلا تشتغلين طلعتي مع بنتك حواطه تسولفين معاها عن الحياه مثلا، متى اخر مره انت طلعت مع ولدك؟ فهذه الامور انت عارف تسعدك، ليش ما تطبقها؟ صحيح نحتاج بس نطبق. وممكن احنا احيانا حنان الروتين يجبرنا ان احنا يمكن نعيش جو احنا بعيدين عنه او جو احنا مش محتاجينه، احنا صحيح. ما ننظر احيانا لما نكسر الروتين في حياتنا تشوفين في ح... في جانب من حياتك يعني يمكن انت مو منتبهت له. فلما صحيح. مثلا انا تاخذني مثل ما ذكرتي ممكن انا ياخذني